التشكيل لمباراة اليوم. واندفاع كبير. يلعب كرة طولية للمنطقة الأمامية. فاصل من التمريرات الجميلة. يحاول تمريرها عبر الدفاع. والحارس يلعبها بعيدة عن مرماه. اعتراض في وقت مثالي، كانت الخطورة تزداد بشكل كبير. جيكو يحاول فك دفاعات المنافس. ووصلت الكرة إليه على الجانب الآخر. غريزمان، هذه انطلاقة واعدة. اختاروا لاعب الكرة إلى الخلف. والكرة ملعوبة إلى الأمام. إنه من اللاعبين الذين يحبون مواجهة المدافعين والتفوق عليهم. هذا هو المتوقع. يلعب كرة بينية. خلق لنفسه المساحة. ويبعدونها. يوزع على القائم الثاني. تدخل دفاعي ناجح تماما. والكرة ملعوبة إلى المنطقة ولكنها لا تجد أحدا في النهاية. جيكو يعيد الكرة إلى الوراء لبناء الهجمة. يلعبها طولية. يحاول لعب كرة بينية غدارة. مهارة كبيرة. يبحث عن زميله. كريزمان يوزع كرة على اليسار. كرة طولية من الحارس. ونحن في منتصف الشوط الأول من المباراة. لم ينجح أي فريق في تقديم أي لمحة هجومية في الناحية الأمامية. ستيفان ديفريتش ينطلق بمجهود فردي. يلعبها بينية أرضية. هل يمكنه تسجيل الهدف؟ كرة أرضية إلى المنطقة. كرة هدف. جول. أعجبتني كثيرا لمسة الهدف، ولكن أعجبتني وبصورة أكبر التمريرة التي أدت إلى الهدف. كانت رائعة. أتلتيكو مدريد يسجل الهدف الأول للمباراة. تقدم مستحق. يحاول أن يلعبها بينية. أوصل الكرة إلى المنطقة بشكل جيد، لكن اللمسة الأخيرة لم تكن جيدة.
فاصل جميل من التمريرات. ضغط ستحتسب المخالفة، يحاول تمريرها عبر الدفاع. الكرة للأمام، يلعبوها للأمام. والحارس يلعبها بعيدة عن مرماه. يحاول فك دفاعات المنافس ويستمر في انطلاقته الطويلة. الكرة الأرضية إلى المنطقة العرضية ولكنها ضايعة. ها هو تشيكو. يحاول لعب كرة بينية غدارة. كرة طولية من الحارس. والحكم سيد القرار يعلن نهاية نصف المشوار. قدموا إيقاع حقيقي ومناسب في المباراة. تناغم وتجانس كبير بين اللاعبين وقوة الشخصية في التسديد على المرمى. النتيجة هدف لصفر، وهي نتيجة صعبة وغير مطمئنة. سنتابع معا أحداث الشوط الثاني. أتلتيكو مدريد يتقدم في النتيجة بهدف نظيف. يلعب كرة إلى اليسار، يقوم بالتصويب. كانت قريبة للغاية، لكن طالما لم تدخل المرمى فلن تحتسب. الدخول سيتم التبديل في الحال. بيتسل اجتازت الكرة الخط وتحولت رمية التماس. بيتسل تمريرة مقطوعة، لم يحالفه الحد في الكرة البينية. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. يلعب كرة بينية. الكرة للمنطقة الأمامية. كرة طولية إلى الأمام. تمريرات متتالية من النوع المحبب للجمهور. كرة ممتازة يستلمها اللاعب ويحرز الهدف. شاهدنا لحظات عبقرية من كرة القدم ومن لاعبين عباقرة تدربوا كثيرا وزادت قوتهم في التدريبات. ومن الجميل مشاهدة نتيجة التدريبات على أرض الواقع في المباراة. تعود النتيجة إلى نقطة البداية بهذا التعادل. والآن الكرة ملعوبة للأمام. عدت الكرة
يحاول تمريره عبر الدفاع. يبعدون الخطر عن ميدانه. يلعب الكرة مباشرة قبل أن تلمس الأرض. لم يخاطر على الإطلاع. تمكن من تمريرها إلى جريزمان. محاولة جيدة لكن الهدف يضيع. يبدو أن هناك تبديل سيتم الآن. ستيفان ديفريج، عرض جميل من التمريرات. ماذا سيحققون منها؟ جيكو، كرة طولية إلى الجناح. ها هي العرضية. قد تبدو الكرة سهلة لكن العواقب كانت ستأتي وخيمة إذا لم يتدخل الدفاع في هذه اللقطة. ويضعها في المرمى. ومع هذا الهدف تكتمل العودة في النتيجة. إن لم يتردد ولو للحظة واحدة في التسديد. لم تكن أمامه فجوة كبيرة ليسجل الكرة فيها. لكن كانت التسديدة رائعة للغاية. واستحقت أن تعبر. إنتر متقدم بفارق هدف الآن. يحاول أن يلعبها بينية. تفوق في المواجهة البدنية وحصل على الكرة. عرضية موجهة إلى القائم البعيد. تحصل الفريق على ضربة ركنية. جريزمان سينفذ الركنية. وسيسدد الآن بالتأكيد. واللاعب في وضعية ممتازة ليمنع الكرة. أبعدها وأنقذ الفريق من خطر محقق. كان الاختبار صعبا على الحارس. لعبها بشكل رائع. مجهود ممتاز. يحاولون بناء الهجمة من الخلف. فاصل جميل من التمريرات. يقرر لعب كرة نحو خط الوسط. يلعبها دوريا. توزيع على الرواح. قطعها في الوقت المناسب. أحس بقوة التهديد ووصل للكرة. اللاعب يمر إلى الأمام في مواجهة صمام الأمان. فرصة للتسجيل. فكرة ممتازة لكن التمريرة لا تنفذ بشكل مثالي. يرفع يده للاعبين طالبا السماح. فنية كانت أفضل مما كان لكن لابد من الإتقان في قادم الأحيان. فاصل من التمريرات الجميلة. تتناقص الخيارات وتستمر الأزمات لكن يظل عليهم مواجهة الصعوبات ومحاولة فعل أي شيء. أعتقد فرصتهم الأخيرة. لازم عليهم عمل شيء لتدارك النقص. جيكو مرر تمريرة حاسمة اليوم بالفعل. لا يزال خارج المنطقة. من
سيستلم هذه التمريرة الدولية. ضغط قوي وينجح في استعادتها. الحكم يراقب ساعته بانتظار صفارة النهاية في أي وقت من الآن. يعيد الكرة إلى الوراء لبناء الهجمة. جيكو. نهاية المباراة بعد إضافة بعض الوقت بدل الضايع، يطلق الحكم صافرته معلنا نهاية اللقاء. رأينا بوضوح أنهم بعد أن تقدموا انخفض أدائهم ولم يقاتلوا على كل كرة، ونتيجة لذلك خسروا المباراة. بدأ التوتر الشديد على الفريق اليوم، وكأن لاعبي الفريق كانوا يخشون الخسارة أمام جماهيرهم بكل الأحوال.